Değerli dostlar, bugün bizden birisi olan Muhammed İlhami hocamızla sohbet edeceğiz. Neyi konuşacağız? Malumunuz, yine Gazze'yi konuşacağız, Siyonizmi konuşacağız. Muhammed İlhami hocam, kendisi Mısırlı bir tarih profesörü. Özellikle Abdülhamid hakkında, ülkemiz hakkında çok iyi şeyler yazan bir hocamız. Bugün de daha yeni bir kitabı çıktı. Kadiyetü Filistin ve Siyoniye. Bu kitabını hakkında konuşacağız. Ya Üstad, ehlen ve sehlen. Ehlen ve sehlen. Şükran kesiren leyazellika. Eşkurukum. Ve ene uruyut evvelen eselüke heze kitab ellezi ente kulte elyum haraca. Maşallah, mebruk yani. ما هذا الكتاب ماذا فيه الذي أنت كتبت قضية فلسطين والصهيونية ما هو قضية فلسطين ما هو صهيونية تفضل يا أستاذ. جميل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الكتاب جاءت فكرته بعد طوفان الأقصى ما شاء الله. وكان الهدف منه أن نقدم حكاية مختصرة مفيدة مليئة بالحقائق عن قضية فلسطين والصهيونية. كيف بدأت الصهيونية في فلسطين وكيف انتهت حتى طوفان الأقصى، وما هي الدروس المستفادة من هذا الصراع. فبدأ هذا منذ الأحلام اليهودية في العودة مرة أخرى إلى أرض فلسطين، ثم تكلم عن الفترة التي جاء فيها محمد علي باشا الوالي المصري الذي كان من أعداء الدولة العثمانية واحتل فيها الشام. فهذه الفترة كثير من الناس لا يعرف أن هذه الفترة هي التي وضعت فيها البذور الأولى للدولة اليهودية. محمد علي منح اليهود كثيرا من النفوذ السياسي والاقتصادي، وبالتالي النفوذ الاجتماعي أيضا. وبعد ذلك كان هناك التفوق الغربي الذي حاول أن يغرس هذه الدولة الصهيونية، ولكن وقف له السلاطين العثمانيون عبد المجيد وعبد العزيز والسلطان عبد الحميد الثاني. فلما انهارت الدولة العثمانية وهزمت في الحرب العالمية الأولى، كانت هذه هي الفرصة المناسبة لإقامة هذه الدولة. لكن جاء الإنجليز ورأوا أن اليهود لا يستطيعون بأنفسهم إقامة دولة، فلذلك أعلنوا أنهم سيحتلون هم فلسطين، وقضوا فيها 30 عاما منذ 1917 إلى 1948. في هذه 30 عاما كانوا يحتضنون الدولة الصهيونية كما تحتضن الأم الجنين، يمدونها بالغذاء ويوفرون لها الهجرة. يعني مع كل ما حصل، مع كل المجهودات الصهيونية والأجنبية، لم يستطع اليهود أن يشكلوا أغلبية ولا حتى نسبة 10% إلا بعد أن انهارت الدولة العثمانية، وحصل هذا مع الإنجليز. وبعد الإنجليز وبعد إقامة دولة إسرائيل، هنا حقيقة الدول الغربية الاستعمارية الإمبريالية هيمنت علينا وجعلت الدول العربية والإسلامية قوميات، فقوميات متمزقة ومتقسمة. بعد أن كنا دولة واحدة صرنا دول مختلفة، وهذه الدول المختلفة تتحارب فيما بينها. وحتى القوميات الكبيرة جرى تفكيكها. يعني أنت مثلا ترى تركيا هناك أتراك كثيرون، ولكن تركيا تحكم جزءا فقط من الأتراك. كذلك العرب كثيرون، العرب 23 دولة. يعني حتى الأقوام القوميات الكبيرة مزقوها إلى دول مختلفة. فهنا استطاعت إسرائيل أن تنشأ وأن تتمكن، مع الأسف الشديد بوجود حكومات تابعة لهذا الاستعمار الغربي. فهذه الحكومات عملت على ضعف البلاد وضعف الأوطان، وهذا أعطى إسرائيل فرصة للتمدد وللتمكن من الأرض، حتى استطاع الفلسطينيون أن يحرروا قطاع غزة في عام 2004 بمقاومة شديدة ومريرة وطويلة جدا. حتى ولما تحررت غزة حصلت 5 حروب آخرها كان حرب طوفان الأقصى. هذه القصة المليئة بالتفاصيل أردت أن أضع لها خلاصة في هذا الكتاب لكي
تكون وعيا للأجيال الجديدة التي لا تقرأ الكتب الكبيرة. جزاك الله خير، يعني حقيقة جميلة جدا. طيب هناك الذي أنت كتبت أيضا الصهيونية، ما هو الأفكار الصهيونية؟ الصهيونية هي حركة يهودية أرادت أن تستفيد من التقسيم القومي الموجود في أوروبا، وأرادت أن تجعل اليهود قوما من الأقوام. يعني المفترض أن اليهود دين، اليهودية هي دين يؤمن بها العربي ويؤمن بها التركي ويؤمن بها الألباني ويؤمن بها آخرون، لكن هم حين رأوا أن أوروبا تنقسم إلى قوميات فقالوا ونحن اليهود قوم بلا دولة، نحتاج إلى دولة. فهيرتزل الذي هو مؤسس الحركة الصهيونية كان يذهب إلى كل دولة من الدول الأوروبية ويقنعهم أن تأسيس دولة لليهود في مصلحة هذه الدولة. يعني يذهب مثلا إلى الإنجليز ويقول لهم نحن إذا وجدنا هنا في هذا المكان فنحن سنكون قاعدة متقدمة لكم ونحقق أهدافكم وتتخلصون من الفائض اليهودي. يعني اليهود كانوا يذبحون في روسيا، بدل أن يأتي اليهود من روسيا إلى ألمانيا وإلى إنجلترا ويكون عندكم مشكلة لاجئين ومشكلة عمالة، جعلونا نكون هنا وبدل أن تحاربوا بأنفسكم وأموالكم نحن نكون لكم هذا البديل. فلذلك الحركة الصهيونية، وهكذا فعل مع كل دولة، فالحركة الصهيونية استفادت من الرغبة الغربية في السيطرة على العالم الإسلامي، فجعلت نفسها في خدمة المشروع الغربي الاستعماري الإمبريالي. فاليهود حقيقة دولة إسرائيل هي مجرد قاعدة عسكرية متقدمة، ولذلك هي جزء من المشروع الغربي. وهنا نفهم لماذا أمريكا ولماذا بريطانيا قبل ذلك كانت تدعم هذه الدولة بكل قوتها. لأنه بالنسبة إليهم قوم من اليهود يوفرون عليهم، يعني يدعمونهم بالأموال ويدعمونهم بالتسليح، لكن يوفرون عليهم البشر. لا يقتل الجندي الأمريكي ولا يقتل الجندي البريطاني. وهذا المكان سبب تمزق العالم الإسلامي والعالم العربي. العالم العربي والعالم الإسلامي أنت وضعت في قلبه جسما غريبا، فهو يصير كالغدة السرطانية التي تمنع الجسم من أن يعيش في صحة وعافية. فلذلك الحركة الصهيونية هي جزء من الحروب الصليبية الجديدة، كما كانت الحروب الصليبية قبل ذلك. هذه النسخة الثانية من الحروب الصليبية، هذه الحركة الصهيونية. طيب هذا الحركة، يعني هل نستطيع أن نقول هذا حركة دينية أو قومية؟ ماذا نستطيع أن نقول؟ هي حركة استعمارية ولكنها استخدمت الدين. استخدمت الدين، نعم. لأنه حتى أنا ذكرت لك أن هيرتزل كان يذهب إلى كل بلد ويقول لهم إن إقامة إسرائيل هي في صالحكم. لقد ذهب إلى السلطان عبد الحميد، فماذا كان يقول له؟ كان يقول له إن الأمة الإسلامية هي الأمة الوحيدة التي احتضنت اليهود وعاملتهم بشكل جيد، بينما نحن كنا نذبح في إسبانيا وكنا نطرد من أوروبا وكنا نضطهد في روسيا. الأمة الإسلامية هي الأمة الوحيدة التي عاملتنا بشكل جيد، فلذلك لو أننا أنشأنا دولة هنا فسنكون نحن الصد والدرع للدولة العثمانية ضد الاستعمار الغربي. هكذا كان يقول للمسلمين، يقول لهم اليهود مخلصون للمسلمين لأن المسلمين هم فقط الذين عاملوهم بشكل جيد، فإذا أنشأنا دولة هنا سنكون نحن في وجه الاستعمار الغربي. والذي عرضه هيرتزل على السلطان عبد الحميد لم يكن دولة عند القدس، كانت دولة بعيدة عن القدس، لأنه لا يستطيع أن يتكلم مع السلطان المسلم عن دولة في القدس. نعم، ولكن السلطان عبد الحميد كان يدرك هذه الأهداف البعيدة، ولذلك كان يصدر فرماناته بمنع استقبال اليهود وبتحديد مدة إقامتهم وبمنع شراء الأراضي من قبلهم، وهذه الإجراءات الكثيرة التي ذكرتها في هذا الكتاب. جزاكم الله خير. يا أستاذ، هنا سؤال أيضا
يعني في العلمانيون يعني ضد المسلمون دائما يدعون أن الفلسطينيون باع لأراضيهم إلى الصهيونيون. نعم. كما ذكرت أنت يعني العلماء أعطى فتوى السلطان منع. نعم. إذن هذا الكلام الذي أنت إذن نشرت في كتابك ما هذا القضية أصله؟ هل المسلمون باعوا الأراضي إلى اليهود؟ لا شو انظر هذا أمر من الخرافات المنتشرة. لماذا انتشرت هذه الخرافة؟ لأن الدول العربية والدول الإسلامية التي فرطت في فلسطين والتي لم تدافع عنها أرادت أن تتخلص من عذاب الضمير فاخترعت هذه الكذبة التي تقول بأن الفلسطينيين باعوا أرضهم. على الحقيقة لا. هل تعرف أنه حتى سنة 1948 يعني حين كانت إسرائيل تقوم اليهود لم يكونوا يسيطرون إلا على 6% فقط من الأرض، يعني طوال عهد الاحتلال الإنجليزي وقبله في عهد الدولة العثمانية كل المجهودات هذه لم تؤدي إلى سيطرة اليهود إلا على 6% فقط. سبحان الله. إذن كيف انفجرت إسرائيل واستولت على أغلب الأرض؟ هذا بقرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين. هذا القرار منح اليهود الذين لا يسيطرون إلا على 6% منحهم 55%. ومع ذلك فإن الجيوش العربية التي دخلت لأنها كانت لم تكن جادة في الدفاع عن فلسطين ولأن الدول العربية كانت تحت الهيمنة والنفوذ الأجنبي فهذه الجيوش فرطت في 78% من أرض فلسطين. يعني قرار الأمم المتحدة أعطاهم 55. نعم. الهزيمة التي هزمتها الجيوش العربية 1967 لا 48 48 نعم. الجيوش العربية خسرت من فلسطين 78% لأن مصر كانت تحت الاحتلال الأجنبي. نعم. الأردن كان جيشها أصلا جيشا إنجليزيا. نعم. العراق كانت في ذلك الوقت أيضا تحت الهيمنة الأجنبية. فالجيوش التي دخلت حقيقة دخلت بشكل غير حقيقي، كانت حربا زائفة. يسميها جلوب باشا الذي كان قائد الجيش الأردني يسمي حرب 1948 الحرب الزائفة. الحقيقة أن الجيوش العربية لم تحارب وإنما هزمت، يعني هزمت لأنها لم تكن جادة في الحرب. فلذلك فقد الفلسطينيون وفقد العرب والمسلمون 78% من مساحة فلسطين. ولما جاءت الحكومات بعد 1948 تأدى هذا إلى نكبة أخرى في 1967، وهنا اجتاحت إسرائيل كل ما بقي من فلسطين وفوقها الجولان. وفوقها سيناء من مصر وفوقها يعني مناطق حدودية في لبنان. الخلاصة هنا إنه الفلسطينيون لم يبيعوا أرضهم، إنما الحكومات العربية والإسلامية هي التي فرطت في أرض فلسطين ولم تكن جادة أبدا في تحريرها. جزاكم الله. يعني هذا طبعا يعني وثائق تاريخية وأنت كأستاذ تاريخي هذا الكلام مهم جدا. يعني طيب اليوم لو نأتي اليوم يعني اليهود نحن نرى يعني الحيوان وحشية يعني يقتل، يعني حتى حيوان وحشية ممكن عنده قليل لا يفعل هذا يعني كيف نستطيع نفسر هؤلاء؟ كيف هؤلاء البشر يعني؟ نعم، اليهود يعني قوم أخبرنا الله تبارك وتعالى عنهم في القرآن الكريم، فذكر أنهم يعني عندهم هذه الصفات السيئة، بل إنهم سبوا الله تبارك وتعالى. نحن عندنا في القرآن الكريم وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني أن الله بخيل، فقال الله تعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال اليهود أيضا أن الله فقير، وقال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء.
سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير الحق. وأخبرنا القرآن الكريم أن اليهود كانوا يقتلون أنبياءهم، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا، ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فهم كانوا يقتلون الأنبياء وهم كانوا يسيئون إلى الأنبياء، فهذه وهم أصلا يرون أن الناس خلقوا لعبادتهم، لا يرون أننا بشر مثلهم. وهذا قاله ربنا في القرآن الكريم: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. يعني هؤلاء الأميين، هؤلاء القوم، هم أدنى من مرتبة البشر، لا نحاسب إذا أسأنا إليهم وإذا أخذنا حقهم. هذا كلام ذكره لنا القرآن الكريم، ونحن الآن نراه فعلا. أنت سمعت تصريح جالنت بعد طوفان الأقصى لما قال هؤلاء حيوانات بشرية. نحن وكثير من الحاخامات اليهود في مقاطع مرئية يقولون بأن التوراة تأمرنا بقتل الأطفال وبقتل الحيوانات، وهذا كلام نراه. نعم، هم لا يخبئون هذا بل يعلنونه، ولكن لأنهم مدعومون من الغرب ولا يخافون أن يحاسبوا على كلامهم هذا، فهم يقولونه ولا يشعرون بأنهم سيدفعون ثمن هذا الكلام. فنعم، نحن يجب أن نتوقع. الله تبارك وتعالى ذكر أنه قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هذا كله آيات في القرآن الكريم. فيجب أن لا نستغرب حين نرى هذا التوحش، لأن هذا هو طبع أصيل فيهم. طيب، يعني نحن كمسلم نحن نؤمن أن سيأتي زمان أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا، يعني اليهود، يعني المسلم سيقتل اليهود واليهود سينتهي. نعم، يعني متى يأتي هذا الزمان؟ يعني هل هذا يكون قريب؟ الله أعلم. يعني هذا أمر لا يمكن لنا أن نعرفه على وجه اليقين. ولكن كما أخبرنا الله تبارك وتعالى بأن اليهود سيعودون مرة أخرى عند المسجد، كما في سورة الإسراء قال: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وقال: وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. فنحن نؤمن بما جاء في القرآن، ونؤمن بما تكلم به نبينا صلى الله عليه وسلم. فأخبرنا نبينا قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. فهذا لابد أنه سيحدث، والغالب أنه سيحدث. أتصور أن يكون ذلك قريبا ولا يكون بعيدا. يعني أنا آسف جدا أقول هذا، يعني لو الآن أنا أنظر العالم الإسلامي، يعني ليس الشعوب، يعني أنا قصد الدول الإسلامية، يعني كلهم لا يفعل شيء، يسكتون. يعني بلاد العربية، بلاد الإسلامية، يعني ممكن يعني الله سبحانه وتعالى سيرسل لنا نصرة أن نهجمهم، يعني لأن هذه الدول انظر لا يخرج منه شيء. يعني نعم، يجب أن نعرف أن الغربيون والأمريكان يسيطرون فعلا على بلادنا، وهم الذين يختارون لنا هذه الأنظمة التي تحكمنا، هم يختارونها. ولذلك حين تأتي الديمقراطية بما لا يحبون، فإنهم يؤيدون الانقلابات العسكرية عليها. يعني أنتم عندكم في تركيا عندكم تجربة كبيرة، وكادت تتكرر هذه التجربة في 2016، في 15 يوليو أنبش تموز كادت تتكرر، لكن الحمد لله فشلوا. لكن نحن حصلت نجحوا عندنا في مصر، وبعدما كان انتخب الشعب المصري رئيسا هو الرئيس محمد مرسي، حصل عليه انقلاب عسكري مدعوم من الأمريكان. كذلك بقية الدول، أنت ترى مثلا في سوريا لما حصل الثورة السورية، لأن أمريكا ترى أن بشار الأسد هو أفضل الأوضاع،
يبقى هو حتى لو قتل نصف الشعب وحتى لو دمر البلد. فالآن الشعوب العربية والإسلامية هي تشبه المساجين في السجون، ناس محبوسون في الزنزانة. فهؤلاء لا يملكون أن يفعلوا، هم يريدون، كثيرون من الناس يحب أن يفعل وأن يساعد ولكنه لا يستطيع. ومثلا في مصر بعد طوفان الأقصى عبد الفتاح السيسي جاءته كثير من الأموال لدوره مكافأة له على دوره الذي قام به في حصار غزة وفي طوفان الأقصى. وقبل 3 أسابيع أعيدت له المنحة الأمريكية السنوية كاملة بسبب موقفه أيضا من غزة. فليجب أن نعرف أن هذه الأنظمة الحاكمة هي في حقيقتها أنظمة تابعة للغرب وهي تؤيد المشروع الإسرائيلي. بالأمس مراسلة فرنسية صدر منها فلتة لسان فذكرت أن وحدة عسكرية إماراتية تقاتل مع الجيش الإسرائيلي في غزة. سبحان الله. نعم، هذه فلتة لسان منها. فهذا يعني هذا أمر لم نكن نعرفه ولكنه حصل. فلذلك نعم لابد أن تتحرر هذه الأمة أولا قبل أن نسأل ماذا يمكن أن يفعلوا وأن يقدموا. يا أستاذ جزاكم الله خير. وجزاكم يا سيدي. شكرا كثيرا. يعني أزلك مهمة جدا. بارك الله. حياكم الله. أهلا وسهلا. حياكم الله. تشرفت. شرفنا بكم.